النهارده حبينا كده نكون صحبه خير وصحبه في الله مع بعض، وتعلمينا كده وتعلمي كل المشاهدين ايه الخطوات الصح لطريقه الغسله السنه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بك يا دعاء، وربنا يكرمك ويجزيك كل خير. الغسل على السنه ده اهم حاجه، الميت يعني اخر حاجه بنديها له من الدنيا ان احنا ايه نكرمه ونغسله صح زي ما الرسول عليه السلام قال. فقالين انا شفت حاجات كتير قوي 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 ملهاش دعوه بالسنه النهائي، واهانه وحاجات كده، من كان الكفن ولا الغسل ولا يعني حاجات غريبه شفتها الفتره اللي فاتت. احنا بقالنا كده سنه كنا مع بعض وربنا اكرمنا الحمد لله، وهنعمل تاني ان شاء الله. فالغسل الصح ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا، هو ده اللي هيكمل صح. انت بقالك كام سنه بتعملي الغسل كده لله؟ 16 سنه بتنزلي تشتغلي كده لله بوقتك ومجهودك وصحتك انك ايه تغسلي يعني الميته على طريقه السنه. على طريقه السنه يعني ايه؟ قولي لي كده موقف، حاجه من المواقف اللي قابلتك وهنبدا ايه مواقف كتير جدا. اقرب حاجه لسه قريب جدا، رحت كان عندي غسل في مستشفى من المستشفيات فاتاخروا، فدخلت اساعد فلقيت لك الاخت اللي بتغسل بطريقه غريبه جدا. اولا مش واقفه الوقفه الصح، المفروض ان احنا بنقف مره الاول على الشمال، يعني دي واحده انت اصلا مش رايحه تغسليها خالص. لا لا لا، فدخل قالوا لي ايه خشي ساعدي لان الحاله ايه صعبه. فدخلت وخدت المشمع معايا كده، فلقيتها بتعمل حاجات غريبه. فطبعا بعد ما خلصنا قلت لها 1 2 3 فهمتها. فقالت لي انا بعمل عشان انا ايه بيبقى عندي كذا حاجه ان هي بتاخد فلوس. فقلت لها لا، ما حرام عليك كده، ربنا ما يبارك لكيش في القرش، يعني اعملي الصح وخدي فلوس برضه ده اكل عيشك. فحاجات كتير قوي كان يعني موقف كان بالنسبه لي انا بكيت. يعني انت ليه فكرتي انك انت تنزلي وتعملي حاجه زي دي لله وما بتاخديش عليها اجر ولا فلوس ولا اي حاجه، بتعمليها بس كده لوجه الله؟ لاني امي لما توفت عليها رحمه الله بقى ادتش حاجه و20 سنه، الست اللي غسلتها كان اخواتي الكبار كانوا واقفين بس، ومرات اخويا الله يرحمها برضو، بس طريقه الغسل ما كانتش صحيحه. فمن هنا اتعلمت بقى، قلت لا انا لازم ايه اعمل حاجه زي كده، وفي نفس الوقت ايه بدون مقابل، وفي نفس الوقت ان ايه يعني عشان الاقي اللي يعمل معايا كده. الاهانات اللي انا شفتها للميتين اللي انا حضرت غسلهم، عايزه اما اموت حد يعملني بما يرضي الله. ربنا يديكي الصحه يا حبيبتي. تسلمي لي حبيبتي. تعالي بقى كده ونشوف النهارده هتورينا الخطوات الصح ان شاء الله.